المحبه والجمال، دين السماحه والاجابه والسؤال، دين التبسم والحوار بلا جدال، فيه التوسط في الامور والاعتدال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال، منبر الثقافة والعلم والدين والأدب في كل مكان في مصر والوطن العربي. أهلا وسهلا بكم ولقاء يتجدد وبرنامج هذا ديننا. الحمد لله الذي خلق فسوى، الحمد لله الذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ضيف جديد غالي، فضيلة الدكتور محمد عبد ربه أحمد، كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية وأحد علماء وزارة الأوقاف الجليلة، يكون ضيف علينا النهاردة عشان نتكلم على المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذه أخلاق المسلم التي نفتقدها كثيرا هذه الأيام. وإسقاط على هذا الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دعونا نرحب بضيفنا الغالي. أهلا وسهلا بفضيلة الدكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا نشرف بحضراتكم وشاكرين لكم هذه الاستضافة ولقناتكم وبرنامجكم المبارك، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن تكونوا دوما صوتا للحق صادعا إن شاء الله. هذا ديننا برنامج يحث على يعني عودة الفضائل مرة أخرى إلى حياة المسلمين، وإن احنا النهاردة نتكلم على موضوع من الخطورة الشديدة، وإحنا بنتناول الموضوع النهاردة وحضرتك إن شاء الله توضح كثير من المفاهيم حول الكلمة وحول قوة الكلمة. من سلم المسلمون من لسانه أولا ويده ثانيا. ولكن أود من فضيلتك قبل البدء أن نلقي ولو إلقاء إضاءة عامة حول مفهوم هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين وبعد. هذا الحديث من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البناء قليل لكن المعاني كبيرة وكثيرة لا تحصى ولا تعد. ولا أبالغ إذا قلت إننا لو استمسكنا بما ورد في هذا الحديث نستطيع أن نقضي على أغلب الخلافات التي تطرأ بين الأفراد وبين الناس في المجتمع. نبدأ أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون. المسلم هنا لعلها في الغالب تطلق على الرجل، ولكن هل معنى ذلك أن النبي حرم على الرجل المسلم أن يسلم الناس من لسانه ويده؟ طيب وأين المسلمات؟ الرسول عندما قال المسلم وأطلق على الرجل، الرسول أطلق هنا على الأعم الأغلب، لأن أغلب التفاعل الحياتي في المجتمع والخروج والاحتكاك بالناس يكون للرجل، لكن لا شك أن الخطاب يشمل الرجل ويشمل المرأة بنص القرآن الكريم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والصفات التي يجب أن يكون عليها المجتمع تشمل الرجل وتشمل الأنثى. ربنا يقول قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وفي سورة الأحزاب قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، شملت الرجل والمرأة. فالرسول لما قال المسلم يعني المسلم الرجل والمرأة، لكن لأن أغلب التفاعل للرجل خص هذا الرجل لكنه يشمل كلا النوعين. قال المسلم من سلم المسلمون بس، طب وغير المسلمين؟ يباح لي أن أسبه أو أن أنهره أو أن أسخر منه؟ لا، حق غير المسلم مرعي بنص القرآن الكريم.
ولذلك في رواية تاني معاليك للحديث، رواية في الصحيح، المسلم من سلم الناس، مش من سلم المسلمون فقط، من سلم الناس، فتشمل المسلم وغير المسلم. وغير المسلم، حق غير المسلم مرعي بنص القرآن الكريم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، مش أن تسلموا، أن تبروا. البر ده معالي الدكتور بيقول عليه العلماء جماع الخير، كل خير يندرج تحت مصطلح البر. أي عمل خير، الكلمة الطيبة بر، النظرة الطيبة بر، الإيماء الطيبة بر، الإشارة الطيبة بر. علشان كده في سورة البقرة كلمة البر شملت كثير، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، إلى آخر أنواع البر. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن أمرني أن أكون بارا بغير المسلم، يعني أن أعامله بأرقى أرقى درجات الأدب والاحترام. فحق المسلم وغير المسلم مرعي في هذا الحديث كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لازم ناخد بالنا من جزئية مهمة في الحديث اللي هو إيه؟ المسلم من؟ بعد كده النبي هيعلمنا صفات المسلم، لكن فوجئنا أن النبي اقتصر على صفة واحدة، قال المسلم هو من سلم المسلمون من لسان ويدي. الله، يعني يا رسول الله قد يسلم الناس من لسان ويدي وأنا مرتشي؟ ما هو حضرتك المرتشي والعياذ بالله والمختلس والمدلس وهؤلاء أحسن الناس كلاما، نعم. يعني يحدثونك بكلام يعني يخدر أعصابك، كلام معسول وجميل، نعم. ماشي. فلما النبي بيقول المسلم من سلم المسلمون من لسان ويدي، الرسول عاوز يقول المسلم له صفات كتير جدا، من أعظمها وأهمها عند الله رب العالمين وخدمة للمجتمع أن يسلم الناس من لساني وأن يسلم الناس من يدي. وأيضا لما النبي يقصر الأمر على أن يسلم الناس من لسانك ويدك، الصفة دي ضميمة إلى صفات أخرى واردة في نصوص أخرى لرسول الله تكمل المشهد العام والصفات التي يجب أن يكون عليها المسلم، زي حديث سيدنا جبريل عندما تكلم عن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالصفة الوحدة الوردة في الحديث دي ضميمة إلى صفات أخرى تكمل منظومة الصفات التي يجب أن أتحلى بها. ولما النبي يقصر الصفة دي على صفة واحدة، صفات المسلم على صفة واحدة وهي أن يسلم الناس من لسان ويدي، عاوز يقول لنا أن دي أهم صفة يجب أن يتحلى بها المسلم ويلقى بها ربه تبارك وتعالى. دي حاجة. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ما قالش من قوله. ليه من لسانه؟ لأن الرسول يريد أن يعلمنا أنه يحرم علينا أن نؤذي غيرنا بكل ما يصدر عن اللسان من القول أو الإماءة والإشارة. وكأن للسان أفعال أخرى غير الكلام، الإماءة، نعم. والإشارة. عشان كده كان النبي دقيقا أيما دقة أن يعبر بقول من سلم المسلمون من لسان، لأن اللسان قد يؤذي بالقول وقد يؤذي بلا قول، بالإشارة، بالإماءة، بالغمز، باللمز، بالهمز. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي مشهد استهزاء المجرمين بالمؤمنين، قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا، ما قالش يتكلمون ولا يشتمون ولا يصبون، يضحكون. أضحك ضحكة سخرية كده فيها نوع من الاستهزاء ونوع من الاستعلاء والتصغير لمن أمام، هذا حرم الله عز وجل. طب وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمزوا بعين، يغمزوا بخدي، يغمزوا بشفاه، يغمزوا بلسان، يقول ده بيطلع لي لسانه، أنا ما اتكلمتش، فعلا ما اتكلمتش، لكنني أشرت إشارة فيها إماءة تنقص من قدر من أمامي. هذه الإماءة وهذه الإشارة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده قال من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. في سؤال هنا مهم جدا لابد أن يطرح في الحديث، هو حضرتك أنا لما أجي أتخانق مع الدكتور أحمد ويضربني، ولا لما أتخانق معه ويشتمني؟ النبي علمنا أن السباب وأن الكلمة التي تؤذي المشاعر أعظم جرما من الاعتداء المباشر. في كثير من الأحيان تكون الكلمة أقوى، نعم. في مردودها ومفعولها، نعم. من الفعل، نعم. نعم. وأيضا الرسول قدم اللسان لحضرتك لأن اللسان يؤذي الحي والميت، لكن اليد لا تؤذي إلا الحي. أنا معرفش أضرب الميت، نعم. صح؟ نعم. اللسان يؤذي الحاضر والغائب، أنا معرفش أضرب اللي حاضر إلا، نعم. اللي حاضر فقط، نعم. اللسان يؤذي الموجود وغير الموجود،
لكن اليد لا تستطيع أن تؤذي إلا الموجود. الموجود فاللسان في الإزاء والعياذ بالله أوسع أعم وأشمل وأكثر إيلاما. أنا حضرتك لو أنت اعتديت علي اعتداء مباشر قد نتصالح أسامحك وتسامحني، لكن عندما تسبني بشخصي أو بأمي أو بأبي أو تعايرني بشيء يغضبني هذا حرمه علي رب العالمين تبارك وتعالى. حديث كثيرة علشان كده حضرتك يا دكتور الآية دي الرسول حب يكمل المشهد اللي ربنا قاله في سورة الأحزاب، ودي يعني يعني جمع ما بناخدش بالنا منه كتير. لما ربنا علمنا ان إيذاء المسلم بالقول او اللسان من باطن إيذاء الله ورسوله، يبقى الانسان قبل ما يؤذي باللسان وباليد لازم يعرف ان الكلمة التي تؤذي المشاعر انت اولا آذيت الله تبارك وتعالى ورسوله. ما هو ربنا قال في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، وبعدين أتبعه وقال إيه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. أي حد بيأذي إنسان لازم يتأكد الأول أنه أولا يؤذي الله ورسوله. ليه؟ لأن الإيذاء في مخالفة لأمر الله. صحيح. والإيذاء في مخالفة لرسول الله. نعم. ولذلك كان دايما مولانا الشيخ الشعري يقول إيه ما فيش حد ابن ربنا، واخد بال حضرتك، كلنا عيال الله تبارك وتعالى، فمن آذى إنسان فقد آذى إنسانا ينسب إلى الله عز وجل. ولذلك اشتد غضبي على من ظلم أو آذى من لم يجد له ناصرا إلا رب العالمين تبارك وتعالى. إذن الكلمة، وإحنا طبعا كنا بنتكلم الكلمة لها يعني نصيب معانا النهاردة. واحنا بنتكلم على من سلم المسلمون من لسانه ومن افعال اللسان الكلمات. وكنا بنتحاور انا وحضرتك قلنا من الكلمات نور. نعم. ومن الكلمات قبور. فقلت لي ده الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي مسرحيه الحسين شهيدا. نعم. بعض الكلمات قبور وبعض الكلمات نور. شرف الله هو الكلمه، دخول الجنه في كلمه ودخول النار على كلمه، الى اخر ما ذكره هذا الشاعر العظيم. نعم. يعني أكد سيدنا النبي على أهمية أن احنا نقول الكلام الطيب. نعم. لبعض، يعني أن نستخدم هذا اللسان فيما يعني يرضي الله، الكلمات الطيبة. نعم. يكفي أن نسمع الرسول ويقول الكلمة الطيبة صدقة. هنا الرسول أيضا كمل مشهد دايما السنة تكمل. نعم. ما ذكره ربنا في. نعم. القرآن الكريم. أيضا الإكمال بمعنى البيان، لأن القرآن لا نقص فيه حاشا لله. ربنا سبحانه وتعالى معالي الدكتور فاجئنا في موضوع الكلمة وقال وقولوا للناس حسنا، ما قالش المسلمين. للمسلم ولغير المسلم، بل إن حضرتك لما نقرأ في تاريخنا الإسلامي هنلاقي سعادتك أغلب دول شرق آسيا اللي هي إندونيسيا وماليزيا، هؤلاء المسلمين المتقدمين الذين يعبرون عن الإسلام، كيف دخلها الإسلام؟ دخلها بالكلمة الصادقة وبالأخلاق الصادقة. الله. مش عن طريق بقى الغزوات وكما يشاع الإسلام. لا. عن طريق تجار التوابل، الخلطة والشطة والبهارات وإلى آخره، بالكلمة الطيبة. نعم. وبالكلمة الصادقة، لك عندي دين آتيك به في اليوم الفلاني. في اليوم الفلاني يمشي من الجزيرة العربية يروح آخر آسيا علشان يسدد الدين. أنا قبل ما أبيع لك تعال شوف البضاعة دي فيها عيب كذا، من الذي أمرك بذلك؟ أمرني بذلك ديني. نعم. فبدأ هؤلاء يحدثون الناس عن عظيم الإسلام، فدخلت الملايين في دين الله تبارك وتعالى أرسالا. وزي ما حضرتك لفت نظرنا طبعا زادك الله علما ونفع بك أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الفرق بين الكلمة. حضرتك قلت مفهوم جميل، طريقة الأداء والتعبير كمان. نعم. وما يقصد بها. نعم. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يا دكتور خرج لقى الصحابة اختلفوا بيقولوا إيه، من أفضل الأنبياء عند الله؟ فواحد قال نوح أول الأنبياء والمرسلين، وآدم أول من خلق الله، واحد قال لا إبراهيم خليل الله، واحد قال لا موسى كليم الله، واحد قال لا عيسى روح الله. فتبسم النبي ضاحكا وخرج. فقال له ماذا قلتم؟ قالوا يا رسول الله قلنا كذا وكذا. فقال يعني إبراهيم خليل الله وهذا حق، وعيسى روح الله وهذا حق، وموسى كليم الله وهذا حق، وآدم أول من خلق الله وهذا حق، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. الله أكبر. ألا وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر، ألا وأنا أول من يجوز الصراط ولا فخر،
ألا وأنا أول من يهز حلق الجنة ولا فخر، ألا وأنا أول من يحمل لواء الحمد دونه آدم فما تحته ولا فخر، ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. هو حضرتك النبي بيستعلي؟ طيب ما هو الشيطان لما ربنا أمره أن يسجد لآدم قال له أنا خير منه خلقتني، طب ما الرسول هنا قال أنا والشيطان هنا قال أنا وفرعون قال أنا ربكم الأعلى، أنا هنا تحيي الأمة. نعم، أما أنا مع نعم فرعون ومع نعم الشيطان نعم هادمة للأمة. نعم، فتح وكأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقر نعم كل ما فعله، ولكن أن يرسي مبدأ جديد هو أن الخيرية مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المؤمن نعم ليأكل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. نعم، وده هيخليني أقول لحضرتك موضوع التنمر. التنمر وهي آفة تجتاح المجتمعات نعم الآن، وأرجو إضاءة الضوء عليها قليلا. حضرتك لما ننظر لموضوع التنمر هو الإيذاء الوارد في الحديث لكن بمصطلح حديث، يعني دايما أقول موضوع التنمر هو حرمة الإيذاء التي حرمها النبي وحرمة السخرية التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجرات. نعم، عندما قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي لا يتنمر قوم من قوم. التنمر ده معالي الدكتور يشمل صور عديدة، قد يكون تنمر بالاعتداء الحسي المباشر، هل هذا يصح؟ لا، يكفي للمتنمر بيده والاعتداء المباشر أن يسمع الله عز وجل وهو يقول أنا لا أحبك، مش ربنا في القرآن قال إن الله لا يحب المعتدين. يكفي أن المتنمر الله عز وجل يكرهه ويبغضه وأعلن أنه لا يحبه في القرآن الكريم، وهذه تكفي أن ترضع أي إنسان أن يتنمر على غيره، سواء كان فقيرا سواء كان مريضا سواء كان من ذوي الاحتياجات الخاصة كما نرى على وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا الرسول مش منع التنمر فقط، لا، ده منع كل ما يوصل إليه. الرسول علمنا في الحديث الصحيح ألا يأخذن أحدكم حذاء أخيه لا هازلا ولا جد، لا بجد ولا بهزار. ولما الصحابة خدوا حذاء الصحابي ثم أخفوه فقام فزعا، الرسول قال إيه؟ ألا تروعه. حتى ترويع الإنسان وإيذاء الإنسان حتى لو بالمزاح، حرمه رب العالمين وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالتنمر بالاعتداء المباشر هذا أمر يمجه رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإسلام حرم التنمر حتى بالإماءة، الأول حتى بالقول. قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ليه يا رب؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويل لكل همزة اللمزة. صحيح، الله، إيه الهمزة وإيه اللمزة؟ قال العلماء الهمز أن تذكر ما يسوء غيرك في غيبته، واللمز أن تذكر ما يسوء غيرك في حضرته. في ناس عندها غلظة في الكلام. صحيح، عنده استعداد يأذي مشاعر أي حد، يقول لك أنا ما بخافش. لا، ده أنت مش خافش، لا، ده سوء أدب، أنت لم تتأدب بأخلاق الإسلام. العلماء قالوا لا، الهمز أن تذكر ما يسوء غيرك بالكلمة، ده كذا وكذا وكذا وكذا. أما اللمز أن تذكر ما يسوء غيرك بالإماءة، ده التنمر، يعني تغمز بعينك. نعم، إشارة تعبر عن الانتقاص من قدري. ولذلك يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم نزلت في ماذا؟ نعم، نزلت في السيدة عائشة رضي الله عنها على اختلاف الروايات. نعم، طبعا سيدة أم سلمة وكانت سيدة كبيرة في السن وممتلئة، ربطت شيئا من قدمها يعني به جرح، يعني آلمها شيئا ما. نعم، فربطت، فما ربطت به يعني يتدلى طرف. نعم، من الثياب يتدلى يعني خلفها. فقالت السيدة عائشة لحفصة يا حفصة تأملي. قيل أنها أشارت فقط هذه الإشارة، وقالوا إنها قالت إنها تجر زيلها ككذا. فعلم النبي بذلك، سكت النبي وتكلم الله. قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ليه؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. من عائشة. نعم، رضي الله. نعم، عنها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا المشهد وهؤلاء المعلمين الكبار أن نتعلم منهم، يعني ده ومن هناك عائشة. نعم، ما هو أعظم من ذلك. نعم، يعني عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وجد السيدة صفية. نعم، بنت حيي بن أخطب. نعم، يعني في حالة حزن. طبعا العلاج بقى بين الزوجات يحتاج. نعم، إلى حكمة رسول الله. ولا يا صفية مالك زعلانة ليه؟ قالت يعني تلاحيت مع عائشة، حصل يعني حوار سجال بيني وبين عائشة. قالت لي يا بنت اليهوديين، أبوها حبر من أحبار اليهود، أخطب أسلمت في غزوة بن المصطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية إذا قالت لك ذلك
قولي لها أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. الله بس أكبر. الله، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاوز يقول لها لما تقول لك تاني كده قولي لها أنت كل مميزاتك إيه؟ أن أنت زوجة النبي. طب ما أنا زوجة النبي. وقد أفضل أن أبي هارون وأن عمي موسى. الله بالله عليه من يصل إلى هذا المعنى. يدخل في يوم آخر وكان السيدة عائشة يعني لصغر السن مشهورة بالغيرة. وجد السيدة فاطمة أيضا في حالة، يا فاطمة ما يحزن، زعلانة لي أنت كمان؟ قالت يعني تلاحيت مع عائشة فقالت لي لا يغرنك ثناء أبيك على أمك. اوعي تفرحي قوي، النبي كل ما يقعد يقول خديجة خديجة أعطتني يوم حرمني الناس وآوتني يوم طردني الناس وواستني بمالها يوم أمعني الناس. تزوج أبوك أمك سيبا وتزوجني بكرا. الوحيدة التي تزوجها النبي بكرا هو أنا. طب الرسول يحل المعضلة دي إزاي؟ قال لها يا فاطمة إذا قالت لك ذلك قولي لها ولم تتزوج امرأة رسول الله بكرا إلا أمي. أول واحدة اتجوزت النبي مين؟ أيوة. أنت بتفتخر أن أنت الرسول، أنت الوحيدة اللي اتجوزك بك. لا ده الأفضل من كده، من التي تزوجت رسول الله بكرا؟ يعني أنت خدت النبي بعد أمي. أراد لهم أن ينتصروا. ولكن حتى في أسلوبه في النصرة لهم فيه تأدب ولا تجاوز. ولكن يعلموا ماهية النساء وأنهن يعني دائما يحبوا أن ينتصروا لأنفسهم. لا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنا بقول من الآثار والأشياء التي لا يلقى عليها الضوء كثيرا، الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته قليل ما نتعرض إلى هذا الأمر. يعني النبي يدخل عليه الصلاة والسلام يجد الطعام، لو في فاصل نتكلم بعد الفاصل. لازم هنتكلم في موضوع الطعام لأنه ما زلنا داخل إطار الكلمة. الكلمة ومدى تأثير الكلمة والإماءة المنبثقة عن الكلمة. ولكن معنا أمة الله يعني تريد أن تشارك. أهلا وسهلا، معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا عليك، السلام ورحمة الله. لو سمعت أنا عندي سؤال خارج موضوع الحلقة ممكن؟ خارج موضوع الحلقة، هطمع في كرم حضرتك، خذي الرقم من الكنترول وتابع معنا بعد الحلقة. وكنت أتمنى أن حضرتك من فضلك تشاركي معنا في موضوع الحلقة. شكرا لأمة الله، وحضرتك التواصل مع الكنترول وإن شاء الله نكون موجودين معك. أرجع لحضرتك. وأنا بعتذر لأمة الله أن احنا ما سمعناش منها يعني موضوع خارج الحلقة. كنا عايزين نأكد على مفهوم أهمية الكلمة الطيبة وقد إيه أن الكلمة صدقة وقد إيه التبسم ونشر هذه الروح وهذه الفضيلة بيننا يعني في بيت النبي والطعام. في بيت النبي يعني مثلا سيدة زينب بنت جحش وكذلك سيدة صفية كنا يعني من الشهرة أنهن بارعات في الطعام. فكان السيدة لما الأكل يجي للنبي يعني يحصل نوع من الريحة الطيبة في، عارف حضرتك النفس اللي احنا بيسموه كده، تنتشر روائح زكية. فنعم كان الطعام في هذا اليوم آتي من عند السيدة زينب ويقال من عند السيدة صفية بنت حبيب بن أخطب. فاصطنعت السيدة عائشة جلبة أن هناك، ثم ضربت الطبق فأوقعت الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في مكامن نفسها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ولم يتكلم، فأيقنت أنها قد أخطأت. فقالت يا رسول الله أخطأت، كيف أكفر؟ تبسم النبي ضاحكا وقال يا عائشة صحفة بصحفة وطعام بطعام، طبق غير الطبق وأكل غير الأكل. ثم انتهى هذا المشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا انتهى عندي مع ستين عائشة في الداخل. ولكن تعليمه للأمة واللي هم شاهدوا بقى الصحابة شاهدوا الموقف. وحضرتك يعني لازم توضح أنه خرج عالج الموضوع مع المجتمع إزاي. وكأن الغيرة عند النساء حق أكيد، ولكن اختصر الموضوع في أنه قالت غارت أمكم. غارت أمكم، لأنه لا كلام في هذا الموضوع. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الحكمة والروعة بمكان أيضا في بيتي. يعني عارف حضرتك عندما جاء من عندي نسائي، فالسيدة عائشة عملت بقى يعني اجتماع أسري كده نسائي لرسول الله. فلما جاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لفمك رائحة، يعني لرسول الله. ده الصحابة بيقول لك كنا نرى الماء من حلق رسول الله كأن يعني حلقه الفضة. الله أكبر. يا حفصة قالت نعم يا فالكل كلهن مجتمعات على أن يقلن هذه الكلمة. فطبعا جاء السيدة أم سلمة هذه المرأة الكبيرة الحكيمة في السن، فقال يا أم سلمة ألي رائحة؟ أنا فعلا لي رائحة.
قالت لي يا رسول الله أكلت طعاما أكلت عسلا؟ قال لها بلى. قالت النحل الذي أكل هذا العسل أكل من شجرة تسمى العرفوت، هذه هذا ريحها. مش أنت اللي ريحتك وحشة، لا العسل اللي أنت أكلت منه، النحل القطفة النبات نعم الذي أكل منه نعم، هذه الرائحة تخصه وليست لك يا رسول الله. صح صح. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام، ناخد المشهد الثاني من حول النبي. نعم. بس ما ناخد معنا اتصال نادية من الجيزة. طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تحياتي لحضرتك بحضراتكم ولوسط البرنامج الكريمة. ربنا يحفظك، تفضلي. ربنا يخليك. انا عندي اخد بس راي الشيخ بس، يعني في انا مش بعمم، يعني في واحده حجت بيت الله نعم وظلمتنا واخده حقي مش من حقها، وشهود زور وشاهد الزور واخد السبحه ورايح بيشهد في المحكمه واخد معاه السبحه، وحضرتك كمان حرب في المحكمه حرب على السلم، يعني لما هي سلم التمامه والميه اللي بتبقى على البلاط والفاظ مش كويسه، حضرتك يعني ايه راي الدين فيها ونتعامل مع الست دي ازاي؟ وكل شويه تقول انا حاجه بيت الله انا حاجه بيت الله. حاضر حاضر. هي واولادها كمان، واولادها بيساعدوها على الظلم. واولادها. حاضر. يعني حضرتك واللي بيشهد وماسك السبحه ده. حاضر. يعني انا تشتكي. والله انا موجوعه عايزه من حضرتك تقول لي نتعامل مع الست. لا ابشري ابشري حالا هيجي لك ابشري حالا دلوقتي يجي لك الفرج حالا. نعم. تشتكي اختي ناديه. من ظلم الجيران أو حد من المعارف لها، وتدعي أنها حجة لبيت الله، ثم استعانت على كلامها استعانت بأحد الأفراد يدعي بالسبحة أنه من أهل الله وخاصته ليشهد زورا، ثم أعانت هذه الزوجة أو الأم أو هذه المرأة أولادها، أعانتهم على الظلم هم الأفراد. لعل الأخت الفاضلة تطرقت إلى مسألة خطيرة جدا جدا جدا، لعلها في صلب الموضوع اللي لازم نتكلم عنه. احنا عايزين نطمنها بس الأول، نطمنها الأول إنه يعني ما في ظلم الدنيا في راحة في الآخرة. أولا الشيخ الشعراوي رحمه الله علمنا القاعدة الجميلة دي، قال عندما تظلم لا تنتقم، ولكن يعني انقل ملف القضية إلى الله ثم تأمل القدر وهو يبدع في تصفية الحسابات. في ناس بتقول الله يسامحك ماشي، لكن ممكن تقول لا طب وده حقي. لا حضرتك لك أن تحاربي وأن تقاتلي قتالا شريفا من أجل أن تستردي حقك، لا بنقول لك يعني اقبل الضيم ولا اقبل الظلم، لو عرفت تجيبي حقك بكل الوسائل المشروعة بعيد بقى عن الضرب والاعتداء وما قد يقول إليه مما لا تحمد عقباه، ده حقك كامل. لكن لو حضرتك هذا الأمر يعني لا يعنيك كثيرا وتريدي أن توكلي أمرك إلى الله، يكفي أن تسمعي الله تبارك وتعالى وهو يقول وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله. وربنا سبحانه وتعالى بيطمن الأخت ويقول لها أليس الله بكاف عبده الله أكبر. ويخوفونك بالذين من دوني ومن يضلل الله فما له من هاد. وبرضو لو حبت تسامح أطمنها باللي علمه لنا سيدنا جعفر الصادق. سيدنا جعفر الصادق معالي الدكتور بيقول إيه؟ عجبته لمن اغتم، اللي عنده بقى يعني مشاكل الدنيا والآخرة وإلى آخره، ولم يفزع إلى قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن العاقبة الآية اللي بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ممكن ده خصوصية لسيدنا يونس، قال لا وكذلك ننجي المؤمنين. الله. فعليك بقول الله عز وجل، لو حبيت تسامحي عليك بقول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الحاجة يا التانية اللي علمها لنا سيدنا جعفر الصادق قال إيه؟ عجبت، والأخت الفاضلة تسمع الجملة دي كويس جدا هتلاقيها في سورة آل عمران، عجبت لمن جمع له الناس، الدنيا كلها عليه عشان تظلمه وتاخد حقه، ولم يفزع إلى قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. الله. فإني سمعت الله بعقبها يقول بعدها على طول النتيجة إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. أبشري يا, نعم. يا أختي نادية على هذه الكلمات الطيبة الجميلة. نعم. ويكمل سيدنا جعفر المشهد في سورة غافر ويقول عجبت لمن دان له الناس، برضو مش عارف يعني يعمل إيه مع الناس، ولم يفزع إلى قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن نعم. الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما إيه ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
خلي بالك من جملة فوقاه الله سيئات ما مكر. هم بيدبروا، الحاجة بتدور بتدبر، أبو سبحة بيدبر، اللي دقن بيدبر، اللي بيقول لك أنا حاج بيدبر، كل دول بيدبروا وربنا بيدبر لك أنت. طيب أي تدبير سوف ينتصر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني وكأن الموضوع ده يا دكتور جاي في إطار من سلم المسلمون، وهنا طبعًا هي طبعًا هذه المسلمة لم تسلم طبعًا. ولكن اسمح لي هنستفيد في الموضوع ده بس طبعًا. ناخد الإسماعيلية أم مصطفى معنا اتصال. اتصال. السلام عليكم. مرحبا عليك. السلام ورحمة الله. عم الشيخ اللهم صل على النبي. أنا حاملة أنا حاملة والأولادي بيجوا عندي كل جمعة. ماشي. اللهم صل على النبي. مرت ابني الكبيرة حصل مشاكل بينها وهات يعني بالسمعة والغيظ إنها جوزك هيتجوز عليك، لأن ابني عرف قال لو دخلت دي هنا كلش وبناتي كلهم. نعم. يبقى مش عارفه الحل ايه، لا يعيد وهي معاها بدلها جمعتين، ما انا بعزمهم كل جمعه عندي. طيب بعزمهم كل جمعه عندي. يا حاجه ام مصطفى اللي انا فهمته من كلامك، لان الصوت بيقطع، انه في مشاكل واقعه بين مرات ابنك و واخواتك بسبب انه هي عرفت انه جوزها هيتجوز عليها، ما اعرفش بقى الكلام ده مظبوط ولا لا، ولذلك هي قلبت الدنيا واولادك اصبحوا غير يعني متحملين لمثل هذه الاشاعات، يعني صح كده؟ هو استفزها بالغيره بالجد. حاضر. استفزها. حاضر حاضر. يعني هي تشتكي انه وقع في قلب مرات ابنها غيره نتيجه انه وصل لها كلام ممكن ما يكونش اكيد من حد من البنات، يعني انه فلانه هي اللي قالت وفلانه ديت مثلا تكون اخت جوزها، وده عمل ضغينه بين زوجه الابن والبنات لدرجه انه اصبح الاجتماع الجميل اللي بيحافظوا عليه كل فتره بقى غير مستقر وبقى غير محبوب يعني. فهذه الام الطيبه تشتكي، يعني ماذا تفعل؟ يعني أولا المشاكل العائلية في داخل البيوت تحتاج إلى استفاضة من كل الأطراف للوقوف على ملابسات الموضوع، لكن زي ما الإسلام علمنا نحن لنا بالظاهر الذي يقال لنا. أولا هي دورها كست كبيرة، يعني أم وحما في نفس الوقت، يعني دورها أن تحتوي الجميع، دي أول حاجة. ويا حبذا لو جمعت الطرفين ليدلي كل منهم بدلوه حتى نستطيع أن نتبين من المخطئ ومن المصيب، لعل هناك من يريد أن يوقع بين هذه الأطراف المتحابة ويجعل هذا البيت خربا وهذا الاجتماع أو لا يكون وإلى آخره. لأن القرآن علمنا قاعدة جميلة جدا في سورة الحجرات، قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يمكن مرات ابنها ما قالتش كده، طب ممكن تكون قالت، يمكن هي ادعت شيء على حمادته قالت، يمكن تكون حمادته ما قالتش، طب ولادها البنات ممكن يكونوا قالوا ممكن يكونوا ما قالوش. اذا مطالب الام الفاضله السيده المبجله التي حدثتنا ام مصطفى ان تكون اما للجميع وان تجمع هذه الاطراف العقلاء وهذه الاعصاب من هؤلاء، وبعدين تعرض الامر، لعل في الامر وشايه، هذه الوشايه التي اوقعت هذا الشقاق بين كل الاطراف، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. وعليها أيضا يعني أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هدوء الطبع، الكلام الطيب، الكلام اللين. الأخت اللي هي عاملة المشاكل دي عاملة مشاكل في شيء متوقع ولكنه لم يحدث، في شيء متوقع ولكنه لم يحدث، وهذا أمر سابق لأوانه، يعني هي أحدثت مشكلة في شيء، يعني نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولا الهداية وللناس جميعا يا رب العالمين. بس جالنا كمان اتصال قبل ما نخش في معنى كلمة الإخلاص ومعنى آيات الإخلاص، وحضرتك كنت حابب ان احنا نتكلم فيها، ولكن معنا الأستاذ جميل. اتصال. السلام عليكم. مرحبا يا فندم، اهلا وسهلا. نشكر حضرتك بس الدكتور محمد على التوضيح ده يا فندم. اتفضل. ايوه عم اتكلم في مشروع، اشكر حضرتك والدكتور محمد. ربنا يحفظك يا شكر موصول يا استاذ جميل. الله يخليك. ربنا يحفظك. حضرتك دكتور محمد. الله يخليك يا فندم. متابع معانا الحلقه يا استاذ جميل؟ ايوه اكيد يا فندم، لازم نتابع الدكتور محمد على طول دايما. ده شرف لينا. ربنا يبارك فيك يا حبيبي ويحفظك ويصلح حالك. الله يخليك يا عم. نشكرك على مداخلتك الطيبه الجميله واثرائك للبرنامج يا استاذ جميل، ربنا يحفظك.
من محبين الدكتور محمد وانا احبه في الله يعني يعني طلتك بقى نعم. ان يجمعنا جميعا في مستقر رحمته يا رب العالمين ونرجع تاني نلاقي انه سوره الاخلاص نعم. وحضرتك كنت بتقول لي قال الله عنها او قال النبي صلى الله عليه وسلم انها من قراها ثلاث فكانه قرا القران كله ولها فيها بعض المعاني الطيبه يعني معالي الدكتور في اصل الكلمه نعم. الطيبه نعم. لا نبالغ اذا قلنا لما حضرتك نقول الاخلاص فنحن نتحدث عن الاسلام نعم. بلا مبالغه عن الاسلام ليه لأن حضرتك الإخلاص معناه أن تكون حركة قلبي موافقة لحركة قالبي ما في قلبي لا لا تاني تاني نعم تاني. الإخلاص أن تكون حركة قالبي نعم. موافقة لحركة قلبي أنا بحب الدكتور أحمد لكن هل فعلا اللي أنا قلته القالب اللي هو الجسم نعم. الشفايف اللي اتكلمت اللسان اللي اتكلم ده القالب اللي ربنا خلقنا عليه هل هو متوافق مع ما في قلبي إن توافق فهي النعمة المطلقة ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه احنا من السبعة الذين وظلهم الله في ظل والعياذ بالله ان كانت الاخرى فعقابنا اشد من الكافر ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار خلي بال حضرتك المعنى ده ربنا ما قالوش للكافر قال ان المنافقين في الدرك الاسفل في اسفل الاسفلين من النار طب ليه يا رب عذاب المنافق اكتر من الكافر لان الكافر انا دايما اقول الكافر متصالح مع نفسه انا ربنا مش موجود خلاص انت حر اللي نطق به هو اللي في قلبه ما استقر في قلبه لكن المنافق والعياذ بالله اشد خطرا على المجتمع علشان كده معالي الدكتور هلاقي حاجه غريبه في القران الكريم جدا هو اصل لما بنقول اخلاص هو الاسلام ليه لان اصل الاسلام ايه اوله مدخله شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نعم. طب ايه راي حضرتك ان ناس شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والله عز وجل كذبهم وحكم بعدم إيمانه نيجي في سورة البقرة نعم. ربنا يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر طب ما ده حاجة كويس قال لا وما هم بمؤمنين يجي ربنا يكمل المشهد في سورة المنافقون يقول ده كمان معلش تكمل الآية لأن برضو الوصف بتاعهم خطير ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ده صفاتهم إيه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صح. إيه اللي دفعهم لكده في قلوبهم نعم. مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم كلمة في قلوبهم دي هتلاقي في حاجة مهمة القرآن الكريم معالي الدكتور فيه 6336 آية يزيدون أو ينقصون على اختلاف ما قرره العلماء أمر بالصلاة وأمر بالصوم وأمر بالزكاة وأمر بالحج والأمر نعم. بالمعروف وأكل الحلال لكن فوجئنا أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يريد مني أن أقبل عليه بشيء واحد حاجة واحدة بس من الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مرة سليم ومرة منيب ليه بقى؟ لأن حضرتك النبي علمنا قاعدة زي الرياضة كده واحد زائد واحد بيساوي اتنين لا عمل بلا نية والنية محلها الإيه؟ القلب القلب إن ملئ بغير الله حقدا أو حسدا أو غلا وعدم إخلاص مع الناس تخيل حضرتك ينتج نية شكلها إيه؟ طب النية تنتج عمل شكله إيه؟ نزع منه الإخلاص فيرد عليك من الله لكن القلب الذي ملئ بحب الله وحب الناس ينتج نية كالسحاب الأبيض هذه النية تنتج عملا خالصا العمل الخالص يقبل من الله عز وجل علشان كده هنفاجئ معالي الدكتور بحاجة خطيرة جدا القرآن الكريم ربنا لما تكلم قال إيه؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع نعم. خلي بال حضرتك ده راحوا على ربنا مش خليهم من العمل معهم صنع معاهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء ده معهم عمل هباء منثورة طب ليه يا رب ما قبلتش العمل لأن هؤلاء ما أخلصوا في عملهم لله تبارك وتعالى يجي رب ينادي على العالم وعلى المجاهد وعلى المنفق تعالى لمن كنت تعلم ابتغاء وجه يقول له كذب كنت تعلم ليقال عالم وأن إعلاء لكلمتك يقول له كذب كنت تقاتل ليقال شجاع وأنت أنفق ابتغاء وجه يقول له كذب كنت تنفق ليقال منفق طب إحنا نروح فين يا رب يقول لهم اذهبوا فخذوا أجوركم ممن كنتم تعملون لهم فالإخلاص يا معالي الدكتور أن تتوافق حركة القالب مع حركة القلب نعم. المنافقين قالوا نؤمن بالله واليوم الآخر وربنا قالوا ما هم بمؤمنين يجي في سورة المنافقون يكمل مشهد ويقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله المنافقين قال النبي كده مشي والله يعلم إنك لرسوله بس فوجئنا أن ربنا قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هنا قال وما هم بمؤمنين وهنا قال إن المنافقين لكاذبون كذبوا في إيه يا رب ده بيقولوا لك نؤمن بك وباليوم الآخر وقالوا للنبي أنت رسول الله طب أمان كذبوا في إيه أن هذه الكلمات
لم تترجم إلى سلوك عملي يتوافق مع لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع إيمانهم بالله ورسوله. إن ما في القلب نعم لا يوافق ما يقال يعني. ولذلك يا معالي الدكتور إحنا هنفاجئ الجمهور بحاجة مهمة جدا جدا. طب نفاجئهم بس حاضر. بعد الاتصال اسمح لي دكتور معنا الحاج أم أحمد حاضر. من الجيزة اتصال. السلام عليكم. مرحبا عليك السلام ورحمة الله. كل سنة حضرتكم طيبين. سعادتك بخير وصحة وسعادة رب. أهلا وسهلا بحضرتك. الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله ده يعني ربنا يكبر بخاطرك يا رب بعد كده والله الله يخليك يعني ربنا يكبر بخاطرك يا رب يعني مستفيدين على الآخر دي ربنا والله يحفظك العظيم ربنا يحفظك يا حبيبي الله يكرمك الله يكرم حضرتك. فبقول لحضرتك يعني أنا عايزة الدعاء من حضرتك ومن الأستاذ الدكتور الضيف ويا ريت المشاهدين يأمنوا وراء حضرتك إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل صبري في ميزان حسناتي ويفك كربي. حاضر 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 الدعاء موصول. الحاجة أم أحمد من الجيزة يعني تطلب من حضرتك الدعاء وأن كل السادة المشاهدين في مصر وفي الوطن العربي يؤمنوا على أنه ربنا يعني يفك كربها. أولا نحن لسنا أهلا للدعاء وكما قال سيدنا الصديق اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. نعم. ولكن نحتسب طيبتها. نعم. وصبرها عند الله تبارك. نعم. وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعوضها خير. نعم. وأن يحقق لها ما تتمنى. أمين. وأن يرزقها ما تحب. أمين. وأن يدهشها بعطاء يا رب العالمين. نعم. وإحنا بنبشر أمنا الحاجة بشيء جميل جدا جدا إن ربنا سبحانه وتعالى سوف يأجرك على هذا الصبر سواء كان صبرا على الفقر أو صبرا على المرض أو صبرا على الفقد أو صبرا على الظلم سيعوضك رب العالمين تبارك وتعالى خيرا. نعم. يكفي أن تسمعي رب العالمين وهو يقول الوحيدين اللي ربنا قال عنهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آه، نعم. ولما حضرتك تشوف المشهد الرائع الجميل المتفرد يوم القيامة النبي علمنا أن في 70,000 يخشوا الجنة من غير حساب. نعم. الرسول علمنا عندما تقوم الساعة يخرج 70,000 على رأسهم سيدنا الصديق. نعم. فيجوزون الصراط ويدخلون إلى الجنة مباشرة فيوقفهم سيدنا رضوان حاجب الجنة ويقول إلى أين يا صديق؟ يقول إلى الجنة. يقول له كيف ولم ينصب لكم ميزان ولم ينشر لكم ديوان لا فتحتوا كتاب ولا أعمالكم توزنت عليكم إزاي تدخل الجنة كده يعني؟ فسيدنا الصديق يقول له ألا تعلم من نحن؟ يقول له أنتم مين؟ يقول له نحن العافين عن الناس كنا إذا أسيء إلينا صبرنا وإذا جهل علينا حلمنا وإذا أعطينا شكرنا وإذا أذنبنا استغفرنا وإذا حرمنا صبرنا. الله. يقول له إيه؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إحنا بنضم صوتنا لصوت الدكتور يا حاجة أم مصطفى وبنقول لك أسأل الله العظيم يا رب رب العرش العظيم أنه فك كربك ويجعل صبرك في ميزان حسناتك ويجمعك مع سيدك على الحوض إن شاء الله. اسمح لي دكتور ناخد منا من الجيزة تحت أمرك ونستكمل مع بعض هذه الكلمات الدقيقة الطيبة. معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا عليك. السلام ورحمه الله. ازيكم يا جماعه؟ ازيك حضرتك الاستاذ؟ اهلا وسهلا. ربنا يبارك لك. انا عايزه اقول لحضرتك انا اديت عينه ماشي والظلم جه عليا جامد ولكن انا قربت لربنا وبدات اتحزن وربنا سبحانه وتعالى يعني جاب لي حقي فانا حسيت بحضرتك بتتكلم عن ان الواحد يلجا الى الله وان انا قربت لربنا طبعا ويعني وربنا نصرني الحمد لله فيعني انا نعم. بنشكرك يا أستاذة منة من الجيزة وبتؤكد على كلام حضرتك. نعم. إن ربنا أدهشها. نعم. بعطائي لما احتسبت وتركت الموضوع لله ربنا سبحانه وتعالى رجع لها دايما. معالي الدكتور في المشاكل اللي زي دي أحد أمرين زي الأخت السائلة السابقة ما قالت قلت لها إن أردت يعني أن تأتي بحقك بكل الوسائل المشروعة فلا حرج لأن ربنا بيقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا واحد بس إلا من ظلم. من حقك ترجع حقك ولا تستسلمي ليس هذه من صفات المسلم. لكن سيدنا عمر بن الخطاب علمنا مبدأ جميل جدا جدا جدا. نعم. في التعامل مع الناس قال جملة واحدة بس اعتزل ما يؤذيك ما قالش تحمله. اعتزل ما يؤذيك خلاص ده بإذن أنا اعتزله. طب بعدين أعمل إيه؟ عارف معالي الدكتور الجماعة الريفيين الشعبين لما يقول لك إيه خد ربنا من كومك. الله الجملة دي هي اللي ربنا قال عنها أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دوني وكفى بالله وليا وكفى بالنصر. خذ ربنا من كومك. نعم. مفيش واحد ياخذ ربنا سبحانه وتعالى من كومه ده انت مع قوة القوى والذي هو على كل شيء قدير. الله. وبعدين ربنا انا لما اخذ ربنا من كومي زي ما بنعبر باللغة الشعبية بتاعتنا
ربنا سبحانه وتعالى يكون لي معينا وصاحبا ونصيرا، بس ربنا صاحب متفرد عني وعن حضرتك، صاحب بلا منفعة، صاحب بلا أجرة، صاحب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. واخد بال حضرتك؟ ولذلك الأخت اللي قالت علشان كده ده ربنا بيقول لها اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. أكتر واحد أغضب عليه اللي يأذي حد وهو عارف إن هو ضعيف ملوش حد ينصره ويسنده غير ربنا سبحانه وتعالى. هرجع كده مع حضرتك لصلب الحديث وأقول تاني من سلم المسلمون من لساني، واتكلمنا عن لسان ولسه ما خلصاش كلام، ولكن عايز اعمل اسقاط على ومن سلم من يدي. نعم. البطش بقى والاحتكار واكل الاموال بتاعه الضعفاء. ومن سلم المسلمون من يدي، بص حضرتك، اعظم منزله في الدنيا والاخره ما هي؟ منزله المجاهد. نعم. لكن فوجئنا في القران الكريم بحاجه غريبه جدا في سوره النساء، ربنا بيقول اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين، ما قالش والشهداء، قال الصديقين الأول. ليه؟ لأن ربنا بيقول حتى أعلى الناس منزلة يوم القيامة إن لم يكن صادقا فيما يقدمه لله فلن يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. أيضا المجاهد اللي بيموت في سبيل الله أعلى الناس منزلة. بس إيه رأي حضرتك أن زي ما حضرتك بتقول الاعتداء على أموال الناس أو على الناس مانع لمن مات في سبيل الله أن يدخل الجنة؟ بس احنا هنا بقى يعني صح في هذا المشهد نأكد على يعني نقول تحية شكر وتقدير لكل حراس الوطن اللي يعني المرابطين على الحدود في الداخل وفي الخارج، لأولادنا الجمال جيشنا الفاضل والقادة بتوعهم يعني في ظل التوترات اللي موجودة دي نحن نعيش في سلام. فالمجاهدين من أولادنا المرابطين تحية تعظيم وإجلال لهم في كل مكان. يكفي أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عنهم خير أجناد الأرض. نعم. واتخذوا من الجند الغربي جندا. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي هؤلاء الذين ينافحون ويدافعون عن مقدرات الدولة في الداخل وفي الخارج وفي البر وفي البحر أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ويكفيهم أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يأتي الشهيد يوم القيامة فيسأله ربه عما يتمناه فيتمنى أن يعود ليقتل في سبيل الله حتى يدخل الجنة مرة أخرى. كنا بالأمس نتكلم عن المجاهدين في الداخل، الأطباء وما يقومون به وكم غيرهم، ولكن أود اليوم ونحن نتكلم عن الكلمة وعن المسلم ومواصفات المسلم أن نؤكد على السادة الدعاة في كل مكان وأهمية الكلمة وأنهم ياخدوا بإيد الشباب. وده بقى أولى وأحرى أن حضرتك نبعت رسالة دلوقتي لكل الشباب في مصر وفي كل الوطن العربي اللي بيسمعونا عن أهمية الكلمة والبعد عن التنمر والتجرؤ، ورسالة للشباب. يكفي أن يسمعوا رب العالمين تبارك وتعالى وهو يأمرنا أمرا عاما وقولوا للناس حسنا. الله أكبر. يكفي أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرفوا أن النبي علمنا أحد أمرين، الكلمة قد تكون طريقي إلى الجنة وقد تكون طريقي إلى النار. نعم. ولذلك الرسول قال إيه؟ إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله فيرفعه الله بها درجات، ويتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. قال لسيدنا معاذ إيه؟ أمسك أضمن لي ما بين لحيك وفخذيك أضمن لك الجنة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. حتى في أوقات الفتن والمحن والاختلافات أول حاجة الرسول أمرنا بها أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. أيضا الإشاعات يا دكتور. نعم. أقول لحضرتك الإشاعات وما يعني وما أدراك ما وأنت أعلمنا بما تفعله الإشاعات في رمي المحصنات وفي رمي الافتراءات على الناس. أول شيء معالي الدكتور هز المجتمع المسلم هي الإشاعات. أول شيء هز المجتمع المسلم في حادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الشائعات والعياذ بالله فاعلها، ولذلك هو لا يعلم كثيرا، ممكن يحطها على شبكات التواصل الاجتماعي، ينشرها على صفحته، ممكن يعمل صفحة وهمية، لكن يكفي أن الله يعلم. وهنا لازم الشباب يسمعوا إلى قول الله عز وجل يعلم السر وأخفى. وربنا بيقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الله، هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر ولا يعلم الجهر؟
ده علم الجهر يعني أقوى عند الله من علم السر. ليه؟ حضرتك لما في جمع كبير من الناس، إحنا واقفين كتير قوي قوي بنتخانق مع حضرتك، وده بيقول وده بيقول كلمة كويسة بس ده بيشتم وده إحنا نعرف ده من ده إزاي؟ أنا ما أعرفش، لكن الله تبارك وتعالى يعلم. وإحنا بنقول إن أول شيء أصاب المجتمع المسلم في موضوع الشائعات، أول شيء أصاب المجتمع المسلم في الصميم هو موضوع الشائعات، خاضوا في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ماشي؟ ولذلك لما نيجي نربط بين الشائعات وبين اللي حضرتك بتقوله الموضوع بتاعنا من سلم المسلمون، السيدة عائشة بتقول كلمة جميلة قوي، بتقول في حادثة الإفك دخلت علي امرأة من الأنصار جلست تبكي بجواري وأنا لا أعلم من هي والله لا أنساها له. الله، أنا يعني هخلي هي دي آخر كلماتنا النهاردة فضيلة الدكتور محمد عبد ربه. ثانية، وأرجو أن حضرتك نكمل نكملها دي. سيدنا طلحة وعلى الثلاثات الذين خلفوا، كعب بن مالك، مرارة بن ربيعة، هلال بن أمية، عندما أنزل الله عفوه عنهم في المسجد حبوا يبشروه، فجي سيدنا كعب بن مالك بيقول دخل علي طلحة أول من احتضنني وهنأني والله لا أنساها له. الله أكبر. نعم. الله أكبر. نعم. يعني كلمة طيبة لا ينساها أبدا. نعم. كانت بشرى له. نعم. بأن الله قد فرج عنه. وكذلك كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا النهاردة، باسمكم بنتوجه بالشكر لفضيلة الدكتور محمد عبد ربه أحمد، كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، وإمام وخطيب وزارة الأوقاف. كانت الطلة الجميلة النهاردة، وأعتقد حلقة طيبة جدا عن المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده وأثر الكلمة. أنا بشكر حضرتك لوجودك معنا النهاردة. شكر الله لكم هذه الاستضافة، وهي جميلة بإطلالاتكم ودعمكم وجهدكم. وفي نهاية البرنامج يعني زي ما حضرتك قلت في الحلقة، نقدم أسمى آيات الدعم والشكر والتقدير لجيشنا الباسل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الأرض من تحت أقدامه، وأن يسدد رميهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يعينهم على ما تحملوا قيادة وشعبا، وأن يسلم مصرنا من كل مكروه وسوء. بشكر حضرتك للقاء ده. أعزائي المشاهدين، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء للتوجه لكم بالشكر على طيب المتابعة، وعد بلقاءات ولقاءات أخرى مع برنامج هذا ديننا، حتى ألقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السماحة والإجابة والسؤال.